في آخر الأسبوع الماضي انعقد بليزبون لجنة المجلس الأوروبي للحديث عن تقييم مدى نجاعة التعاون الذي يقدمه المجلس الأوروبي للمغرب في مجال إصلاحات الهيكلية وفي مقدمتها إصلاح القضاء. حضر وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، فكان هناك حديث وكاد أن يكون إجماع على أن هناك بطء كبير في إنجاز الإصلاحات، وتساؤل كبير عن مصير الدعم الذي تقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. خطاب وزير العدل اتجه بالدرجة الأولى إلى طرح إشكالية حقوق الإنسان الخصوصية والكونية وخصوصيات المحلية والثقافية وكذا إلى آخره، بمعنى أنه كان خارج الموضوع. فكان الكل يستغرب، لأنه أمام خطورة ما تمت معاينته بأن أكبر مشاكل التي تعيق الاستثمار وتثير تخوف المستثمرين في المغرب هو إشكالية الأمن القضائي أو العدل. وما تذكروش على الأمن القضائي، تحدثوا على توفر حدود الدنيا للعدل في مجال الضمانات. طبعا الضمانات قانونية والضمانات، وهذا الشيء ما محتاجين شيء الاتحاد الأوروبي يقولها لنا البارحة الأسبوع نعيشه يوميا. فلذلك أنا أشد علي السيد الكاتب الأول، لأنه لما لح على أن الوقت حان بالفعل، وأن من واجب الأحزاب السياسية أن تأخذ هذا الملف، ولا نتصور وضع نظام أو منظومة للعدل خارج حقوق الدفاع وما يمثله المحاماة تمثله المحاماة. أنا أقول المحاماة لا المحامين، لأنه أفرق بينهما، اعتبار أن المحامي عنصر بشري داخل مجتمع يتأثر بما يتأثر به المجتمع، والمحاماة من مقومات وعماد موجود للمجتمع يسعى إلى تحقيق العدالة، وهو أقصى ما يصل إليه الصراع الذي يحكمه بين البشر في الحياة اليومية. فلذلك أعتقد بأنه الزمن يسابقنا ويضغط علينا. كلمة السيد رئيس أنصاري فهمت منه أنه نحن في المراحل الأولى، المراحل الأخيرة، ومن أن الوقت لم يعد كافيا. ليبقى السؤال، ما هو الإصلاح الذي نريده لمنظومة؟ النقيب الشاطير ذكر ذلك التجربة الفرنسية، وأنا عندي رأي في باب التحيين بالنسبة لتطور الأمور في فرنسا مقارنة مع ما عليه الحال في المغرب. فأظن بأنه لا بد أن نطرح السؤال، ما الإصلاح؟ ما هو الإصلاح؟ إنه جنة جوالات لنا يوميا كتكون على استحضار تشخيص نحن متفقين عليه، ولكن التحليل تحكمه شعارات والانتماء والانتماءات، وتحكمه كذلك العاطفة والمشاعر، في حين أننا نعيش عصرا آخر. لا يعني غياب المشاعر ما كيناش، ولا العاطفة ولا الشعارات، بل بالعكس كاين بقوة، إنما كيف صياغتها من جديد وفقا لما هو موجود في حياتنا اليومية الجديدة. لذلك ما هو الإصلاح الذي يناسبنا؟ هل هو إصلاح كما تم إصلاح 1993 و 2008؟ فهي إصلاحات ظرفية. لا ننسى أن إصلاح 2008 وكذلك 1993 جاء في واحد مرحلة تاريخية في المغرب تتسم بما يسمى بمصالحة مع المجتمع، مصالحة كبيرة مع المجتمع، لأن
عدالة انتقالية ديال كذا، ولها تأثيرات على هذه القوانين، الشيء الذي يجعلها أنها فيها كثير من مشاعر وكثير من عواطف. لذلك نقيب بريمش تمسك بها وعنده الحق، لأنها جزء من تراثنا جميعا، لكن واقعنا شيء آخر، واقعنا شيء آخر. ثم إذن أظن أنه سنتفق على أننا نريد إصلاحا بنيويا وليس ظرفيا، إصلاحا هيكليا إن هو فونت أساسية بالنسبة للقانون، وهذا يتطلب استحضار واقع الأمر. ونحن في حوار، نفتح حوارا سياسيا كذلك، نحن في قبة حزب دعانا ونحن في هذه الصفة كمحامين، ولكن مناضلون كذلك، مناضلون متثبتون بما نحن متفقون عليه. هناك مشروع نتقاسمه جميعا، لابد أن نتعبى من أجل أن يكون الإصلاح بنيويا حقيقيا. ففي هذا الإطار أظن كذلك بأن خصنا، ما يمكنش غير نجيب ونهضروا في 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 إصلاح كشعار إلى آخره، خصنا نستحضروا السياق، السياق العام اللي إحنا موجودين فيه اليوم، السياق العام كمدخل أساسي لتحديد الأهداف المرحلية الاستراتيجية، منها البعيدة أو القريبة المدى. ما يمكنش نجي ونحط كل شيء ونقول هكا اللي بغينا الإصلاح ونحن في المراحل الأخيرة للحوار الذي دام. في وضعنا الراهن 17 هيئة، 17 هيئة، أستاذ شاطر ذكر على التعدد وأنا تقسم مع هذه المسألة، هل نحن في حاجة إلى المزيد من التعدد والانقسام؟ أم نحن محتاجين إلى الوحدة من أجل بناء وإعادة تركيب نظام الذي يحكمنا هيكليا من نظر إلى متطلبات الغد، ماشي ديال اليوم، لأنه اليوم اليوم كادنا نستهلك ما نحن ما هي عليه الوضع الراهن. فإذا هذا المدخل، هذا السياق يتسم بشكل واضح بين وضع المطلب الديمقراطي والواقع الاوتوقراطي. هذه المصطلحات عادة ما كنستعملوهاش، الفاظ ملي كنذكروا بيناتنا كمحامين، انه تحكمنا الاعراف والتقاليد وكذا، اليوم كنذكروا بشكل مباشر باسلوب سياسي واضح. الاوتوقراسي اللي غلبت على نظامنا السياسي وخصوصا في هذه الولايات نعرفها جميعا، وبالتالي الدليل أن الدستور لم يستطع إنزال تنزيل الدستور، هذه ما يزيد على 10 سنين من وجوده، من 2011 هناك مؤسسات أنجزت في ظل الدستور لم تفعل، هناك مؤسسات انتهت عضويتها لم تعين لم تجدد، هناك مؤسسات يعني وقعت بشكل غريب كما حصل في مجلس المنافسة، إتى داوان وانتهى وصدر أحكام وكل شيء نوقف إلى آخره. يعني كاين هناك واحد، إذا كاين وضع اللي لابد من تقييمه بين أن هناك الحدود الدنيا للنفس السياسي الحقيقي الديمقراطي مازال لم يتوفر بشكل قوي باش تكون إصلاحات هيكلية. ومع ذلك أملنا كذلك وتمسكنا بضرورة إحداث الإصلاح البنيوي، لابد أن يكون قويا. فانطلاقا من هذا أظن أن السياق يجعلنا أمام وضعنا الراهن في، ما عرفت شنو نقول، تحديات، أنا سميتها تحذيرات، تحذيرات حددتها في ثلاثة ديال التحذيرات. التحذير، هل نحن سنسير في وضع التجزئة والتقسيم أم نحاول كيف سنستدرك الأمر لوضع إطار لتوحيد معركة المحامون في قلب معركة العدالة؟ هو الذي يقصد يكون. فمن هنا جت فكرة آليات جديدة أو إمكانيات بما فيها المجلس الوطني، في الواقع مداخلة ديالي كانت على أساس المجلس الوطني وهي غادي نعطيها الأهمية، خصوصا سمعت أنه فيها خلاف داخل الجمعية وبين الوزارات كذلك لم تتفق مع الجمعية والسيد الرئيس قالها الآن. فإذا هذا التجميع وهذا التجزئة واش غادي يمكن، كيفاش غادي نخرجوا منه؟
فالوضع الراهن يجعلنا في تجزئة واضحة. نقيب الجمعية ذكر عليها بشكل واضح، أدت إلى تفرعات، عدد من الجمعيات، عدد من النقابات، عدد من ما يسمى بالإطارات، عدد كذا. أكثر من ذلك وقع الانشقاق داخل الجمعية خلال هذه السنة، وقبل هذه كان هناك شبه انشقاق في ولاية سابقة لما أنشئت جمعية أخرى بنفس الأهداف وبنفس المهام التي تقوم بجمعية المحامين تحت شعار بأنه هناك حرية التعدد إلى آخره. فإذا هذا المسار يجب أن يتوقف، يجب أن ينظم بشكل لتوحيد القوى. التحدي الثاني فيما يتعلق بالبحث عن نموذج للتكامل، كذلك تم الحديث عنه، هناك نظامان في البلاد في العالم اللي تنعرفوا هادشي كلنا، نظام مبني على قانون غير مكتوب انجلوساكسوني، والنظام اللاتيني اللي كتعتمد اوروبا بالخصوص فرنسا واسبانيا الى اخره. من 1999 بعد إعلان عن نظام الوحدات القطبية في العالم وتحرير الاقتصاد العالمي وجعل حرية تنقل الأشخاص وكذا، أصبحت هناك قوانين وقواعد المنافسة أدت إلى خلق ما يسمى بالمحامين الدوليين أو المكاتب المتعددة أو القاطعين للقارات بشكل كبير. فطبعا احنا المغرب تلقى نصيبه من هذا، وما زلنا احنا فهمنا بانه المحامي اجنبي، ولكن في الواقع ماشي محامي، هذا مد لا اقول استعمار جديد، ولكن مد لضروره الاقتصاد الحر واثاره على الدول بخصوص الجنوب. فهناك حاجه هو أن إسبانيا لنا تنعقل، هذه واحد لعشر سنين كانوا هنا مجموعة من المكاتب الإسبانية كيتصلوا بالمكاتب، ودرنا ندوة في الدار البيضاء وكانت في أكادير إلى آخره، وهم دخلوا من باب الشراكة لأنهم ما عندهمش قوة يديروا سميتو، وما زال هذا سميتو داخل في إطار المد الاقتصادي، سنفهموه هكذا كهجوم وكسميتو نهيئوا أنفسنا لأن هذه معركة باش كيفاش نضموها إلى ما فيها الشعور سميتو. اليوم وزارة والدولة تشجع هذا. التحدي الثالث في إطار توجهات الليبرالية وفي إطار توجهات الأوتوكراسي كذلك، الكل يسير نحو الخوصصة. هذه الأهمية اللي تعطى التحكيم بدون أن تتوفر البلاد على البنيات الحقيقية للتحكيم وعلى المقومات الثقافية للتحكيم، ومع ذلك نريد أن نقول التحكيم هو الذي سيجعلنا نتفاعل مع المستثمرين ومع حاجيات الدول بخصوص أوروبا إلى آخره، نزولا عند رغبات البنك الدولي. هذا كذلك يجعلنا يجب أن نفهم هذا بشكل جيد حتى أن نكون ضحية ديال هاد السيرورة اللي كتدور قدامنا، اللي احنا لن نجد أنفسنا فيها ولكننا نتفرج وهي تعنينا. معنى هذا أنه ستسير إلى سحق المحاماة بالشكل الذي تمارس فيه اليوم. فدريميش تذكر على أن هناك قوانين خاصة، صحيح كل هذه التباسات باش كتخرج من الإطار أنه نخرج من محاكم الدولة ومن محامي لكي يمارسوا حق الدفاع إلى محامي التعاقدات إلى الإطارات الأخرى. نحن لسنا ضد التحكيم ولا ضد القوانين الجديدة، ولكن خصنا نكونوا لنا مسؤولية حق الدفاع كمحاماة لكي هي ركيزة من ركائز المجتمع المغربي. ثم التحدي الرابع أمام التطور التكنولوجيا، الروبو، العقل الروبوتيزاسيون والعقل الاصطناعي، نعم الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء كله يتحدانا في المستقبل. كيف سيمكن لنا ان نضع انفسنا في هذه السيروره؟
هل بالإصلاح مبني على الـ على الـ على الـ البكاء على الماضي او على التراث السليم الصحيح اللي كنفتخروا به، ام لنا واجب الاجتهاد من اجل ان ندفع الى اصلاح حقيقي اللي غادي يامننا على الاقل واحد المرحله طويله. ثم لنا كذلك تحدي اخر، وهو اخطاء التي تراكمت من بعد 1990 الى الان، بمعنى في ظل هذا القانون الذي اصبحت المهنة تضاعفت من حيث العدد بشكل قوي جدا، يصبحوا التحكم فيها غياب التأطير مع هذا ما كاينش، وحنا ساكتين. 1993 والقانون يتحدث، هناك مرسوم سيحدث ما لتكون الى اخره، كل مره تيجينا فوج تنقبلوه وساكتين، مع مره تنقفوا تنقولوا ما قابلينش، خاص القانون يخرج، لان هذه مساله تنظيميه ماشي مساله تشريعيه. فهناك مسؤوليتنا كجيل المحامين يجب ان نستحضرها، من هي المسؤوليه اللي كتجي يعني امامنا، يعني عدد كبير من المحامين الشباب بالخصوص غير مؤطرين، وكيصوتوا من دافع قد يكون ماشي مهني، او قد يكون مهنه تشكو من هذه من هياكلها نتيجه فيها كذا. هذه كلها اشياء لربما لابد ان نستحضرها في البحث عن نوع الإصلاح الذي نريده بشكل. هذا النوع الإصلاح يجب أن يحدد المنطلقات. ما غاديش يمكن لك تجي ودير الإصلاح من أجل كدير هذا الشيء إلا عندك مشاكل مرحلية وظرفية، ولكن إلا عندك أزمة عقيمة بحال هذا الشيء ديال أزمة أجيال، مثل تحول عميق ما كانش مواكبة من طرف المحامين حتى تراكم هذه الأشياء، لابد أن نحدد المنطلقات. فكنظن بأن هناك الآن ضرورة إدماج مهنة المحاماة في فضائها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. يجب أن نبحث كيف إدماج المحاماة، إدماج المحاماة ضرورية اليوم، اليوم اليوم ماشي غير اليوم، منذ زمان عقود اللي كتبر بين خصوصا في العلاقات الدوليه الاقتصاديه، خصوصا الولايات المتحده وحتى اوروبا، تيطلبوا توقيع المحامي لضمانه تطابق مقتضيات العقد مع القانون الوطني. تجي كتقول لهم اودي غادي نوقع، ولكن انا ما كنضمنش حتى حاجه. يقول لي كيفاش القانون يدير لك القانون كاين، الاجتهاد القضائي غير مستقر، والتأويل القانوني يخضع إلى ما إلى عدة مشاكل، إلى عدة تأويلات إلى آخره. فإذا هذا إدماج المحاماة في الفضاء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي يجب أن يقرره القانون. ضرورة استدراك التراكم الحاصل في الممارسة وكيفية معالجته. قانون خصو يمكن لأنه ما بقاتش إلى عهد ما كانت من السلطات التنظيميه للحكومه، ولكن اليوم خص التشريع يتحمل الحكومه المسؤوليه بنص تشريعي على انه غدا ما يحصلش عدم التكرار فيما حصل. التاكيد على وقوع المحاماه كركيزه مجتمعيه اساسيه لبناء وتحقيق العداله. هذا المطلب يجب ان يكون بارزا، لانه المحاماه يجب ان تعطى لها الصبغه العموميه بنص تشريعي. القانون المنظم حاليا للخبراء المحاسباتيين جاء نقاز وعطى، هي مهنه الارقام وصبحت مهنه قانون وتتعطي استشارات قانونيه، وفي نص يعطيها فصل 23 ولا ما بقيتش يعطيها خدمه عموميه، وحنا والمحامين ساكتين عليها. تنقول هناك مسؤوليه جيل قدام جيل، فشكون غادي يجي يحبس هذا التردي اللي وصل لما وصل اليه الان؟